هي خدمة مميزة تعزز بها قطاع النقل بالعاصمة، والذي سيستفيد منه كل مسافر من محطة آغا وإلى المحطة الجوية الجديدة لمطار هواري بومدين. ببرنامج مواقيت للرحلات الخاصة بالخط الجديد، ستكون رحلة واحدة ذهاباً وإياباً كل ساعة، ابتداء من الساعة 5 صباحاً إلى 9 ليلاً، وبسعر 80 دينار لتذكرة الواحدة، مع تخصيص تخفيضات على الاشتراكات تصل إلى غاية 50%. الاثنين المقبل سيكون يوم افتتاح مزدوج لمحطة بنيت بمقاييس عالمية وسكة حديد ستسهم في رفع الغبن على كل المسافرين.